صباح الخير ومساء الخير يا للروعة. صباح الخير عليكم. اليوم فلوق جديد على هادي ما قلت لكم شي حاجة، ولكن من شعر شعار هكاك ضروري نحط شي حاجة في اليوتيوب باش ما التفاعل باش ما ينقصش اصلا التفاعل ما كاين. اليوم واحد السيد كان باغي يقول لكم شي حاجة، من بعد نكون نوري لكم في هاد الفيديو ويهضر معكم شوية. هذا فلوق خفيف وطريف، ما غاديش يكون فيه بزاف ديال الحوايج، كان كيفاش كندوز النهار ديالي عادي في المدرسة. المهم نعيط لديك السيد يجي يهضر معك. او ماشي دير ياك اوكي مين اجي قول لهم ديك الهضرة اللي كنت صافي. دابا نضرب العربية الاول من بعد نضرب الريف. دابا هاد السيد كيدير لي فلوغ بالعربية وهو ساكن في المنطقة ديال الحسيمة ديال، يعني كيهضرو بالريفي. قلت له اضرب الريفية حتى تطور القناة ديالك، ديك الساعة اضرب العربية وكمل مع الناس. قال لي حتى هادي وجهات نظر، خليوها لكن خصنا نخليوها لهم في البلوغ باش يحطوها لنا في كومونتير. المهم نضرب الريفية. السلام عليكم ايت ماسوي تما زواكم هنا وبناء ما لقيت لي فلوغ على يوتيوب. بما انه التزيز المنطقة الحسيمة ناري في خسالي السور تاريخي ذاك يوداني غاس سيور تاريخي تقول لي فلوغينك تم بعد تطور القناة من بعد تفرق الجمهور نسون تعرف رخنت اني تف سيور تعرف باش تطور. المهم ما غادي نشي حاجه تفاجمت في كومونتير. المهم الا تما شي اقتراح اخر خليوه في كومونتير واش نخليوه زعما هو يكمل بالعربيه ولا يكمل بالريفي. شكرا. انا شونس دابا نبدل ونجي دراسي المدرسه. بيبي شقطعطع نيكو شقطعطع كنت نيكو حط كبرت بسويلو وحده Thank you.
نعرف نكتب في خبرك. شو شو شنو درت؟ شو بغيت نكتب ايش ايش شو درت؟ اقسم بالله قبيله كانت تشوف في خبرك. شوف صوتي خالد شنو فيه مزيان في هذا التكوين مزيان؟ كنت باغي فيه النعاس ياك انت كتشبع فيه النعاس؟ انا كنشبع فيه النعاس كاتونا ديك الصباح والعشيه اخر والله حاجه مزيانه حاجه مزيانه لا العظيم نهاية النشرة إلى اللقاء.